وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، الإخوة الأفاضل الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اللقاء معنون له بعنوان المرء على دين خليله، وهذا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وبناء على هذا عقد العلماء فصولا تتكلم عن قضية الألفة والصحبة، ومنهم الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة عقد فصلا كاملا تكلم فيه عن من تضر صحبته وألفته، وذكر في مطلع هذا الفصل أن أسباب الوقوع في الفتن والوقوع في حبائل أهل الضلال اثنان. قال: الأولى ما ذكرته لك من البحث والتنقيب عما يضر ولا ينفع. ولعل الإمام ابن بطة يعني بذلك من يبحث من طلاب العلم عن غرائب المسائل وعن شواذ العلم، بل من يبحث في بطون كتب أهل الضلال والكتب التي فيها البدع والمنكرات، ويفعل ذلك إحسانا للظن بنفسه، يرى أنه ببحثه وتنقيبه يكتشف مذاهب الناس ويعرف أقوال الفرق، وهو ليس أهلا لذلك، فيصل إليه ويصيبه ما يصيبه من الضلال من تلك الكتب والمقالات والضلالات. قال: والسبب الثاني صحبة من تضر ألفته وتورد يوم القيامة النار معاشرته ومصاحبته. وهذا هو موضوع لقائنا اليوم، أي ما هو قول السلف، وما هي أو ما هو مذهب السلف في مصاحبة من تضر ألفته ومصاحبته. طيب، المسألة معروفة لما تقدم معنا من الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله. إذن إذا أردت أن تختار لنفسك مذهبا وليس لك أن تختار إلا الحق، فمذهبك هو مذهب صديقك، مذهب صديقك. فلذلك قال: فلينظر أحدكم من يخالل. وأنا في كلمة إن شاء الله تعالى بركز على ثلاث أسباب. هذه الأسباب حسب ما أعلم
أوقعت كثير من الشباب في حبائل أهل الضلال، بل صار الكثير منهم من أهل البدع والانحراف. طيب، لأسباب. السبب الأول التذبذب والحيرة في معرفة الحق وفي معرفة أهل الحق. وفي هذا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال: مثل المنافق في أمتي كمثل الشاة العايرة. بتعرفوا الشاة العايرة؟ العايرة دي فصيحة، كلمة فصيحة يعني نحن بنستخدمها في أهلنا هناك بعاميتنا بنفس المعنى ده، يقول لك البهيمة دي عايرة، عايرة يعني فلتت من صاحبها. طيب، قال: كمثل الشاة العايرة بين الغنمين، تصير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة لا تدري أيها تتبع. رواه مسلم. ولو لاحظت الآن ونظرت إلى كثير من الشباب هو كالشاة العايرة، لا إلى أهل السنة ولا إلى أهل البدع، مر مع هؤلاء ومر مع أولئك، وغره الشيطان بشبهة خبيثة أنه يجالس هؤلاء ويجالس أولئك ويأخذ من هذا الخير ويأخذ من ذاك الخير. هذه شبهة الشيطان. الشيطان دار يفتح لك هذا الباب ليحملك إلى أهل السنة فتنكر عليهم في مجالستك، تلقى قاعد مع أهل السنة وينكر عليهم بعض الشدة على أهل البدع والمواقف، ويجلس إلى أهل البدع فيتقمم منهم الضلال. ولهذا هذا باب من أبواب الشيطان. قيل للأوزاعي رحمه الله تعالى: إن رجلا يقول أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع، الاثنين بقعد معهم. فقال: هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. طيب، قال ابن بطة رحمه الله تعالى: صدق الأوزاعي، إن هذا الرجل لا يعرف الحق من الباطل ولا الكفر من الإيمان. وفي مثل هذا نزل القرآن ووردت السنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. عليكم السلام. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. طيب، وبالتالي يا أخواننا، خلاصة النقطة الأولى أن المسلم ليس له أن يجالس أهل الحق وأهل الباطل، إنما الواجب عليه أن يجالس أهل الحق فقط. أما اللي بيقول أنا بجلس مع هؤلاء وأولئك وآخذ منهم الخير، إنما غره الشيطان، إنما غره الشيطان، وهو في الغالب بل لا يمكن أن يكون معه من العلم ما يميز به بين الحق والباطل، لأنه لو كان عنده علم أول باطل بيميزه هو كلمة دي ذاتها، إن كلمة دي ذاتها من الباطل، أكان ميز الكلمة دي وعرف إنه دي من الباطل وما بقولها. طيب، ثانيا حسن الظن بنفسه، ودي أخواننا من مكايد الشيطان التي لعب بها على كثير من الشباب. حسن الظن بنفسه، الواحد بيشوف رقبته إنه متعلم وبيعرف المنهج وبيعرف مقالات أهل السنة شنو ومقالات أهل البدع، ويمشي يجالس أي زول
بعضهم بيقول لك انا داير امشي اغيرهم وانكر عليهم ويمشي يقعد معاهم، لاحظ يقعد معاهم يقول لك لا انا شغال معاهم داير اغيرهم. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران رضي الله تعالى عنه قال: من سمع منكم بخروج الدجال فلينأ عنه. وانا رغم ان الدجال عليه علامة الكفر، واليوم اهل البدع ليس عليهم علامة الكفر، انما كثير منهم عليهم علامة السنة كمان، مش علامة الإسلام فقط الواسع، لا بل علامة خاصة علامة السنة. تلقى الواحد عنده لحية ولباسه لباس أهل السنة، بل يتكلم من مصادر أهل السنة. هذه المشكلة هنا. فالدجال مع إنه عليه علامة الكفر مكتوب بين عينيه كافر، مع ده كله النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع منكم بخروج الدجال فلينأ عنه ما استطاع، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب. وانتبهوا للكلمة دي يا أخوان، وهو يحسب يعني بيظن في نفسه أنه مؤمن. قال: فما يزال به حتى يتبعه لما يرى من الشبهات. الدجال مكتوب عليه كافر في وشه، وهو يدعي أنه هو الله. مع ده كله النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع به فلينأ عنه، يبعد. وفي حديث آخر انتبهوا للفرق بين أصحاب العلم وأهل المعرفة والدراية، دل ممكن يناظروا ويناقشوا، أما العامي من الناس والمبتدئ من طلاب العلم ما يمشي جالس زول ولا يناظر ولا يناظر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بحاجه. قال: وإن لست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. ما عدا قال لك فلينأ عنه. طيب قال ابن بطة: هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فالله الله معشر المسلمين لا يحملن أحدا منكم حسن الظن بنفسه. انتبهوا يا أخواننا للكلمة دي، ما تشوف رقبتك خلاص إذا علمتها وطالع في الفيس بتناقش أي زول، ولا أنت كمان تمشي مسجد تلقى لك طاغية كبير من أساطين البدع كبير، زول بيعرف الشبهات قبل ما يلدوك، خبير بشبهات الباطل. أنت تقول لا أنا بناظر، أنا بناظر، تناظر كيف أنت؟ أنت ما بتقدر عليه. ولهذا قال: قال لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء، فيقول: أداخله لأناظره أو لأستخرج مذهبه. قال: فإنهم أشد فتنة من الدجال. شوف كلام العلماء كيف، أهل البدع أشد فتنة من الدجال. وقال العلامة الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وشفاه قال: وكلما اقترب صاحب البدعة من أهل السنة، أي وكلما كان المبتدع بأهل السنة أشبه كانت الفتنة به أعظم. المبتدع ذاتهم من أهل السنة ما هم درجة واحدة، هم درجات يقتربون ويبتعدون، فكلما كان أبعد. الآن الفتنة بالصوفي أبعد، لماذا؟ لأنه من أهل السنة أبعد. الآن يندر
أن تجد أحدا ممن استقام على السلفية رجع إلى التصوف. المسألة دي بعيدة صح؟ ما تكاد تجد في المجتمع. لماذا؟ لأنهم من أهل السنة أبعد. ولكن كلما اقترب أو تشابه بأهل السنة المبتدع كانت الشبهة به أعظم. عشان كده الناس لما يقربوا تلقى الشكل زي شكل أهل السنة من الأخوان المسلمين، من السرورية، من أهل الحزبية، تلقى الفتنة بهم أكبر. طيب قال فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصغ من الجرب. بتعرفوا الجرب؟ جرب يصيب البهائم. قال وكلامهم ألصغ من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب. ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم. الكلام ده يا أخواننا في زمن ابن بطة العكبري، ده في القرن الرابع بدري. الكلام ده في أواخر عهود القرون الثلاثة المفضلة عاش ابن بطة رحمه الله تعالى. ده في تخيل انت يا دوب طالع من القرون المفضلة، نص حياته كانت في القرون المفضلة ونصها برا من الزمن ذاك. يقول ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد. اللي مشى جلس مع أهل البدع ما جلس معهم ليتعلم ويتشرب، لا، جلس معهم ليرد عليهم، لكن هو قاعد معهم انتبهوا، مش رد عليهم ومضى، لا، جالس معهم كل يوم يمشي للدرس. زي ما لو بتتذكروا كان في جماعة من الشباب كانوا الوقت ذاك يعني بيقولوا سلفيين، بيمشوا بيحضروا مجالس للترابي، السلام، يحضروا مجالس للترابي، مجلس كل ثلاثة، ويمشوا بفهم انه بناظروم وبناقشوم، فما زال بهم ذلك الحال حتى صاروا منهم، بقوا معهم ويقولوا بأقوالهم. ولهذا قال الإمام قال فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم. النتيجة من المجالسة والمعاشرة أنهم صبوا إليهم. طيب النقطة الثالثة والأخيرة ضعف البصيرة. السبب أي من الأسباب التي جرت مجموعة من الشباب فجالسوا أهل الأهواء وبعد ذلك بقوا معهم من أهل البدع، ضعف البصيرة. يعني ضعف البصيرة بمنهج السلف وضعف البصيرة بحال الناس، لأنه في ناس ما بيعرفوا مذهب السلف، كيف؟ بيظنوا أن كل من نطق بمنهج السلف فقط كان من أهل السنة، ما عندهم بصيرة بمذهب السلف. لسه في أشياء ضوابط وضعها السلف للمعرفة والتنقيب والبحث. السلف يا أخواننا وعلماء السنة ما هم أغبياء ولا مغفلين كي يخدعوا، لا بد من البصيرة والمعرفة، لأنه الناس إذا كانوا في وقت فيه أهل السنة مستضعفين والسنة ضعيفة ما في حد منافق، بتلقى المبتدع ظاهر وبعاديك بوضوح. أما لما تقوى السنة وتنتشر دعوة أهل السنة يظهر النفاق. لذلك ما كان النفاق في مكة، هل كان في نفاق في مكة؟ ما في، لأن الإسلام كان مستضعفا والمسلمون كانوا مستضعفين، لذلك لم يكن هنالك نفاق في مكة. أما لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة وعظمت شوكة الدولة الإسلامية وقويت ظهر النفاق،
ولهذا يا اخواننا مناسبة هذا اللقاء ليس الكلام عن أحد معين، ولكن بفضل الله تعالى لما ظهرت دعوة أهل السنة وخاصة في بلادنا وقويت الدعوة والتفت الناس إليها ونفروا عن كثير من مذاهب الضلال، صار كثير من الناس اليوم ممن هم نحن بنعرفهم من أهل الحزبية ومن المرضى بيقول الآن بنافقوا دارين يكونوا رجل مع أهل السنة ورجل أخرى بهناك مع أهل البدع. طيب عشان كده يا أخواننا لابد من البصيرة. قال يحيى ابن سعيد وهو القطان وهو من كبار أئمة الحديث، قال لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر في أمر الربيع ابن صبيح وقدره عند الناس، فسأل أي شيء مذهبه؟ قالوا ما مذهبه إلا السنة. يا أخوانا انتبهوا للكلمة دي، قالوا ما مذهبه إلا السنة، لأنه ليه لما تشوف واحدين يتكلموا يقول لك قال الإمام أحمد قال ابن القيم وابن باز وابن عثيمين وينقل من مصادر أهل السنة وشكله شكل أهل السنة، بل قد يقول لك قال الشيخ ربيع وقال من علماء السلفية، هذا في المنطق في كلامه، لكن السلف لا ينخدع بهذا فقط، قد يخدع الواحد يظهر السنة. طيب الميزان عندهم، قال من بطانته؟ قالوا مذهب السنة لأنه يتكلم بالسنة. قال من بطانته؟ لأنه في معيار ثاني، فتش الأول بيجاي كلامه كلام أهل السنة. طيب الثاني من بطانته؟ بيجلس مع منه؟ قالوا أهل القدر اللي بيقعدوا معه. إذن الرجل ينافق، انتبهتم؟ الرجل ينافق يتكلم بالسنة ليخدع السذج والبسطاء عشان يخدع، يتكلم بالسنة أما في الحقيقة بطانته هم اللي بيعرفوه. قالوا بطانته أهل القدر، قال هو قدري معهم وإن أظهر السنة. طيب قال الشيخ ابن بطة رحم الله سفيان الثوري لقد نطق بالحكمة فصدق وقال بعلم فوافق الكتاب والسنة وما توجبه الحكمة ويدركه العيان ويعرفه أهل البصيرة والبيان. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم الآية. قال الأصمعي عن بعض فقهاء المدينة إذا تلاحمت بالقلوب النسبة تواصلت بالأبدان الصحبة. الرجل يا أخواننا ما بصاحب ساي، أعرف المعلومة دي، حتى ولو كان صاحبه ذاك أنت ما ظهر لك الصاحب، ما ظهر لك منه شيء، لكن لا يصاحب الرجل كما قال ابن مسعود إلا من يحبه ومن هو مثله. ولذلك قال ابن مسعود اعتبروا الناس بأخدانهم. لو زول ما قدرت تعرفه عين تبي جاي خطبه محاضراته مواعظه على السنة صحبانه منو؟ حزبيين، صحبانه سرورية، صحبانه إخوان مسلمين هو منهم. قال اعتبروا الناس بأخدانهم. وقال الأصمعي رحمه الله تعالى ما رأيت بيتا أشبه بالسنة من قول القائل عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه، وأبصر قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي. طيب وأصل هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة. يا إخواننا أرواح العباد دي بتعرف بعضها، الأرواح دي تعرف بعضها، ولهذا جاء عن السلف قالوا لو أن مجلسا فيه 100 مؤمن
ومنافق واحد. قالوا ودخل منافق لا يجلس إلا إلى ذلك المنافق، بعين في الناس كده بعرف زوله يهوداك يمشي عليه. قالوا ولو أن مجلسا فيه 100 منافق ومؤمن واحد ودخل مؤمن لا يجلس إلا إلى المؤمن، يمشي على زوله يقعد معه. وذكر لعل الماوردي في كتاب أدب الدنيا والدين قال إنه حتى البهائم تعرف بعضها، فلا يجالس الحمام إلا الحمام ولا يجالس الحمار إلا الحمار. قال فوجدوا ذات يوم حمامة مع حدأة، الحدأة الحذية الواحدة دي لقوين ركاد جنب بعض كويس، فاحتاروا إنه دين القاعدين سوى شنو. قالوا فلما تحركتا وجدوا أن كليهما عرجاء، الاثنين واحدة فيهم كراعة مكسورة، أظن منتكلات في بعض ولا الحصل شنو ما عارف، دي كراعة مكسورة دي كراعة مكسورة الصاحبة مع بعض. إذن يا أخواننا الإنسان لا يعاشر ولا يصاحب إلا من هو مثله. ولهذا نقل ابن بطة عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه أخذ قوما في شراب، ناس جابون له بيشربوا في الخمر، قالوا ومعهم رجل صائم، ده صائم ما شرب، فقال رضي الله عنه قال يجلد حد الخمر. كيف يجلد وهو صائم ما شرب معهم الخمر؟ فقال تبارك وتعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. أنت قعدت إذن أنت منهم. طيب قال الأوزاعي رحمه الله تعالى يعرف الرجل في 3 مواطن، قال بألفته. إذا أنت دار تعرف يا أخواننا كررت الكلمة دي، أنا السلفي ليس مغفلا، أنت لست مغفلا كي تنخدع بالناس. كل ما ظهر إنسان وتبجح بكليمات من السنة، حديث حديثين وقول قولين لعلماء السنة أو أثنى على بعض علماء السنة أو على بعض الإخوة الكرام، خلاص طوالي رفعوا فوق الرؤوس. وفي نفس الوقت هو يجالس أهل السنة مرة والحزبيين مرة، ما تنخدع هو منهم. قالوا يعرف في 3 مواطن، الأول بألفته. والآن يا أخواننا هذه القاعدة التي ينبغي أن يستخدمها أهل السنة بيستخدموها أهل البدع. لو في واحد من الشباب ما معروف بس جاء يشتغل حلقات مع أخواننا ولا محاضرة ولا خطب بدل واحد في منبر بتاعه، الحزبين حيقول لك ده شنو؟ حيقول ده معاهم، حيقولوا معاهم. لماذا؟ بألفته. قال ويعرف في مجلسه ويعرف في منطقه، في منطقه كلامه ده ما ترى واضح، لكن في المجلس وفي الألفة. قدم موسى بن عقبة الصوري بغداد فسئل عنه أحمد بن حنبل، سئل عنه قال انظروا على من نزل وإلى من يأوي. أنت ما عرفت عنه حاجة، ما تكلم، ما فتح اسمه لسه، لكن الإمام أحمد رجل يعرف السنة، قال شوفوا بينزل وين، العريفي قبل فترة جاء نزل، جاء السودان هنا، نزل وين؟ عند عبد الحي يوسف، نزل عند عبد الحي يوسف وغيره ممن لم نسميه، لما يأتي ينزل عند أهل البدع، هو منهم، ما يختلف عن ما يقص ما 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 يغبى علينا ولا يختفي. طيب ولهذا
حذر العلماء. المقام ده يا أخوانا يطول والكلام اللي نقلته أنا كثير، ولكن أنا أكتفي بآخر نقل، وهو إن الإنسان حتى ولو أنت لم تكن من أهل البدع وجالست بعض المشبوهين أو المنحرفين، تأكد أنك لن تسلم منهم مهما كان، لن تسلم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكذلك الآدمي إذا عاشر نوعا من الحيوان، هو أصلا كان بيتكلم في اقتضاء الصراط المستقيم، بيتكلم عن مشاركة ومجالسة الكفار من اليهود والنصارى، وأن الإنسان ما يسلم من مجالستهم. قال: وكذلك الآدمي إذا عاشر نوعا من الحيوان اكتسب بعض أخلاقه، ما بتسلم الحيوان انت بتكتسب منه. قال: ولهذا صار الخيلاء في أهل الإبل، وصارت السكينة في أهل الغنم، وصار الجمالون والبغالون، البغال ده مقصود به صاحب البغال، البغل يعني. قال: فيهم أخلاق مذمومة من أخلاق الجمال والبغال. وكذلك الكلابون، أذول بربي الكلاب، بيشيل من طبع الكلاب. قال: وصار الحيوان الإنسي فيه بعض أخلاق الناس من المعاشرة والمؤالفة وقلة النفرة. الحيوان اللي بيسكن في البيت معاك بيكتسب من أخلاقك أنت، وأنت بتشيل منه، تبادل، بيشيل من الحيوان والحيوان بيشيل منك. قال ابن عثيمين: ولهذا كان الأنبياء يرعون الغنم. لماذا؟ قال: لما فيها من السكينة والطمأنينة. وكذلك البناء البغالون والحمارون، ويسمى قال صاحبها حمارا، وتقول العامة الحمار حمار. عشان كده انت لو سايق كارو بتاعت حمار خلي علاقتك معه طفيفة كده يعني. إذن يا أخواننا، الخلاصة في هذا الموضوع أن الإنسان يحذر من ثلاثة مسالك: أولا لا يغتر بنفسه، ويزين لك الشيطان أنك تعرف المنهج، ولذلك اذهب وناقش وجالس وصاحب المنحرفين وأنت ستسلم، لن تسلم منهم، هذه واحدة. الثانية: لا تكن ضعيف البصيرة بمنهج السلف، طبق هذه القواعد. رأيت إنسان يجالس أهل الباطل ويعاشرهم ويصاحبهم، احذر منهم فإنه منهم وإن اختفى. ولهذا ذكر أن عليا رضي الله تعالى عنه رأى رجلا يماشي رجلا آخر كرهه، فقال له: لا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه، وللروح على الروح دليل حين يلقاه، وذو الحزم إذا رأى ما يخشاه توقاه. أعمل حسابك، ما تقعد مع زول بعد شوي أنت تبقى كيف تتخلص مما أصابك به. وخلاصة هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء، إلى آخر الحديث. أنا أكتفي بهذا القدر، وأترك المجال للإخوة اللي هي احنا ذكرناه قبل، ايوه، البصيره وحسن الظن بنفسه، والاولى كانت التذبذب والحيره. الزول ما يكون متذبذب مره مع اهل السنه ومره مع اهل البدع فيضل.